واجهت شخصية عزيزة جدا يعني الحب. لا كارحب الله حيب المطر والله اني صادق الله انا والله اني يشرفني الظهور في سناب الله يرفع والله اني صادق ومرحب هذا شرف اللي انا تعرف انت بتعود نفس الطريقه اللي جيت معها بالدولاب إيه؟ انك هم تخويني والله معك الله يطول الله معك ما لي بناشد بعد جعل والله ابوك فجاه انا بعود مع ابن عمي وكل شيء بكره ها انا جاي الله حيد البوج شفتني الله حيد البوج والشباب انا مو يا هلا يا هلا يا هلا ما شاء الله حياكم الله مرحبا الله يرحمك قصدناك الحين دخلت قطار دخلت اقول لك شيء حي والله حي والله يا واوي يا لب قلبك يا واوي يا لب يا ريبي جيت اسمع أبو جابر أقول الله لا يعيدك في على خير والجلسة دي والشخص ذا الله لا يعيدك على هالكافي على والله إني عجزت أدخل المواقف عجزت أدخل المواقف الله يعافيك هنا والله العظيم والله اي والله انت معك مشتي بضحك هاو ار يو اسمع اجي سوا سعودي اريد يعطينا 2500 انت هو ماتش اكثرت هو ماتش كم راتبه 1500 كم تعطي 2000 او يجي الحين سوا جيب نمبر انت سكوز مي نو هذا ما بي سكن لا سكن ما بي هوم نو هوم نو هوم اكسكيوز مي نو هوم يس رب الكعبه سجد الرجل نيم ارشد يس انا امانه تدفع 2500 على واحد اسمه ارشد اوكي تمت صفقه هو تشغل عدل هذا تصوير ها شيك صفين كذا شباب تصوير الكاميرا ما تقدر نوقف الا بنوت هلا ابو ناصر ارحب نورنا وجودك يا مرحبا والله ما اسهل ارحب والله يصاد يا حياك الله ابو محمد يا مرحبا اهلا وسهلا والله يا اخوك حاولت اني اعديها لكن عقت انا وياك اللي منورين صدق البلاد منورين ايبل انا وياك والواوي ايه اهلا وسهلا رفيدي رفيدي ارحب نايف اهلا وسهلا كيف الحال ربك طيب نور طال عمرك حياك الله مرحبا